ناس كتير بتسأل ازاي تقدر تلعب الديد ليفت بطريقة صح وخصوصا المبتدئين. هقول لكم النهاردة ملحوظتين مهمين جدا عسوس التمرين ده. اول حاجة ان رجليك تبقى عرض الهيبس بتاعتك عشان تلعبه بطريقة صح، وكذلك ايديك تبقى في عرض الهيبس، يعني تمسكش واسع قوي ولا ضيق قوي، والمسكة بتاعتك برونيشن، ده الوضع اسمه برونيشن، والبار بتاعك بيطلع قريب من جسمك ولا بيروح بعيد ولا بيحك جامد قوي انه لدرجة يعمل لي اصابة في البتيلا. في نفس الوقت اما اجي نازل كده ها اعمل هيب هنج، يعني انزل بيه المفصل الهيب نفسه مش هتني ظهري او اقوصه، وبكده تكون اتعلمت ازاي تقدر تلعب تمارين الديد ليفت بطريقه صحيحه.